مين ضربك يا حلب؟ أصي أصي. طب قاعد يوم لميس. نعم ماما. لميس هاي أيش ضربت على حلب؟ ماما ما بعرف ليش، بس تقريبا كان عم بيلعب مع بعض. يعني تلعب معها تضربها يعني؟ ما بعرف، رح نادي عليها. أيسل أيسل. نعم ماما. ليش ضربتها لحالها؟ ماما هاي حالة خدت لعبة تبعتي، رحت أنا ضربها. لك أحمد، يا الله أنكر مليت. إيه شوفي أحمد، خذ ولادك. أنا هلا شو عم تاخذ اللي هاي؟ أنا بدي أطلع، ما بدي أعيش هون. بنت المجنونة، تعال يا روح يا روح. أبوك وأنت جمعان عملتي إيه؟ انت اللي جايبك عندنا، ما انا ابن خالتكم. امشي 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 امشي. ماما تعالي خديني، ما بدي ماما ما بدي اعيش في البيت هذا. ماما الله يوفقك، تاخذيني. ماما انا بدي اطلع، ما بدي اعيش هون. ضلك حدي، لا ما بدي غيرك، حدا مجنون. طب قولي لي انت عايزه ايه؟ ماما انا عايزه اروح ماما عند ده. طب بابا بره، انا هوديك ازاي واسيب اخواتك فين؟ ماما مليش دعوه يا ماما، انا عايزه اروح عند ده دلوقتي. مليش دعوه يا ماما. طب يا حبيبتي بس ماما، بابا راح يجي وراح اخليك يوديك انت وجزا. ماما لا يا حبيبتي. طب اعمل ايه انا؟ طيب اعمل انا تعبت بجد، انا تعبت. يا ربنا ليه يا ربي كده؟ انا لسه عندي، انا رحت فين ولا جيت منين عشان عندي اربع عيال كفريني كده؟ يا رب يا روحي. طب اودي مايهم ورام فين؟ طيب ابيعهم يعني؟ ابيعهم هم اخواتك. ليش عم نيزاهم؟ وديهم بعيد. انا عايزه بابا يا ماما. طب هقول يا ربي. بس يا حبيبي، بس اول ما بيحطوهم على سريري اهو هو رن. الو ايه ولا احمد؟ بالله عليك انت فين؟ انا على الكافيتيريا قاعد مع صحابي. طب انا كنت عايزاك تيجي تودي ايه لعند ماما. طب ما توديها انت. انا ازاي هوديها يا احمد؟ يا احمد مريم مرام ويزن في البيت، وكل واحد قاعد في اوضته دلوقتي، انا هعمل ايه طيب دلوقتي؟ ما انت تقول لي اعمل ايه وانا هعمل. كريم كنت عايز اقول لك حاجه. اتفضلي. حاجاتك كترت بجد. انا كنت عايزين نعمل حفل جنس المولود للبيبي يعني. ايه يما سمعيني كده. اسكتي، الله يسترك. اسكتي. ده شوفي الدولاب بتاعي مليان هدوم، وعايزه هدوم عشان ما اسكت. انا تعبت. طب انا اعمل ايه طيب يا ام؟ انا عايزه اعمل حفل جنس المولود للبيبي بتوعي، للبيبي وكده. يا لهوي، انت خليهم بتوعك، انت حاسه ان انت حامل في توأم. ما انا مش عارفه انا ايه، بس بلانك يلا بقى. النبي مش هينفع، انا معيش فلوس. انا رحت منين ولا جيت منين يا رب عشان اشيل مسؤوليه كلها؟ اربع شهور وهيجي لي بيبي. اسكتي. احنا لو رجعنا الزمن مش هنتجوز. انا بقول لكم اعمل ايه انا بقى. ايه ده بقى؟ على فكرة
على فكرة عشان مفيش حد لسه عمل عندنا في القناة يعني جنس مولود ملاك، كانت هتعمل بس ولادتها جت مبكرة عادي، بقى كانت هتعمل يعني. على فكرة أخي على فكرة بيحب أختك يا روحي. طب ما أنا بحبك أنا كمان يعني، أنا بكرهك. أنا هدخل أنام من على أبو كده. يا ربي حبيبي. طب هو عايز ايه؟ انا عايز اتفرج معاك. او سيبنا التابلت. هو عايز ايه بقى؟ عايز انا كنت عايز اتفرج معاك. طب قوم شوف مين البيرين الجار. ما تقوم انت، قوم انت ادخل. انتوا قاعدين زي اللي ميت لكم قتيل كده. انت مالك؟ انك حابين عملت لك حاجه؟ اسكت يا سيب، اصل هما بعيد عنك شايفين فيلم على نفسهم. والله انت عايز ايه بقى؟ انت من نفسك يلا. والله موتك يلا. شتاد مين اللي ضربك يا حل؟ قص يا مام ضربتك ليه؟ لميس. نعم يا مام. مين اللي ضرب حل؟ حل بتقول ايسل ضربت مام. انا مش عارف، يمكن اتخانق ويمكن مش عارف. ايزل ماما هي حالة خدت مني الشخشيخة تبع عندي. يعني تضربيها يعني؟ هي اصغر منها. ماما انت في ايه يا ماما؟ هم اطفال زي بعض. يلا يا بنتي احنا مش جايين هنا تاني اصلا. طب ايه ده بقى؟ ماما اخرسي. امسك بنتك. هاي بنتك اتخانقت مع اختي. ماما فضلت تعصب علي. خدها بقى ربيها ربيها. وانا هاي ما راح عند ماما اصلا. تعملت ايه بابا؟ والله يا حلا يا بتي. مين عايزة اطلع فوق؟ فوق تاع انا. ماما يا ولاد في ايه يا ولاد؟ ماما انا عايزه انام فوق. ميل مش راضي. على فكره احنا لسه الساعه 5 يعني لسه بدري قوي على النوم. ماما لا انا عايزه انام فوق هنا كده. امير يا حبيب ماما انت يا عمر. ماما نام تحت. ماما لا انا بير والبير ينام فوق والصغير ينام تحت. انا هندق على ابوك بجد من تحت. ابوك جه اهو تعالى. محمود امير وامير وحور عمالين بيتخانقوا على المكان مين ينام فوق ومين ينام تحت. بس ناموا في اي حته. بابا انا نام في اي حته. انا نام فوق. انا عايزة انا نمو. طب خلاص واحدة فيكم تنام هنا انا حورة على السرير وانت امك انت امك فوق. ايه ده انا مش بعرف انام فوق انا هنا. خلاص يا ماما انتي انا نام فوق وانتي نامي تحت. انا مش عايزاك. انا عايزه اتطلق. انا قلت لك مفيش طلاق بس انا عايزه اتطلق. انا مش انا ما بقتش احبك. انا تهبت مش عايزاك. ايه شغل الاطفال اللي احنا عايشين فيه؟ يا ربي بقى يا رب انا تعبت. يا رب انا بكرهه. انا مش بقيت انا مش بحبه. والله انا اقول لاحمد اقول ان هو بجد بقى يضربني وبجد انا ما بقتش طايقه العيشه معاه. والله انا ما اكلم ماما. انا يا ماما
ماما بجد انا مبقتش عايزة اعيش هنا. ماما انا بجد ماما ادهم ضربني عمال كل شوية عمال مبقاش يحبني بجد. انا مش عايزة اعيش معاه تاني. ماما تعالي خديني وانا هنزل اقول لاحمد دلوقتي ان انا بجد انا مش عايزاه بجد عايزة اتطلق. ماما بجد تعاليني. ازيكم؟ ايه يا بنتي؟ 100 مرة اقولك انتي ونانسي ان احنا قاعدين بنتكلم في مواضيع كبار ما ينفعش ان انتوا تقعدوا معانا. على فكرة انتي مقلتيش حاجة اصلا. لازم اقول يعني لما يكون انا واختي بدنا نقعد. انتي لازم كل مرة كده. على فكرة بجد بقيت ازهق منكم. في ايه يا بنتي؟ قلتلك حاجة؟ على فكرة انتي مفروض تعملوا حسابكم ان في ضيفة كمان هتيجي معانا. يعني مفروض ان احنا نتحمل بعض ان شاء الله لو ننام 3 على السرير. لا والله مين قال 3؟ على فكرة احنا ملناش دعوة ضيوفكم دي احنا كفاية متحملينك انتوا. على فكرة لا على فكرة انتي مالكيش دعوة اصلا. انتي على فكرة يعني انتي مالكيش دعوة اصلا. اخواتي انتي اصلا انتي قاعدة هنا معرفش قاعدة ليه اصلا. المفروض انتي متقعديش هنا وتروحي تقعدي عند مامتك. يعني المفروض انتي اصلا متقعديش هنا. والله يا حبيبتي او يعني عشان عمر. على فكرة انتي وعمر مش مخطوبين اصلا. يعني هو الفرق ان هو حاجزك بس عبال ما انتوا هو تتخرجوا ولا مش عارفة ايه القرف. مش عارفة ابن خالته خالته موافقة ان هي تجوز ابنها الواحدة زيك. لا والله يا حبيبتي يعني والله على فكرة انا هضربك. كيف انتي اصلا عجلة باردة اصلا وانتي لسه في ثالثة ثانوي قاعدة مفروض اصلا تشوف مستقبلك. والله انت مالك ومال مستقبلي يا حبيبتي. مستقبلي بجيبي انا عارفه هو فين. انا مش عايزه عليك اصلا عشان انت في ثالثه ثانوي وممكن تسقطي. على فكره والله هجيلك وانت شبه البومه كده. حبيبي انت هو انت كبار المفروض تعقله. انا مش عارفه ايه انت ايه اللي جايبك عندنا اصلا. على فكره ده بيت انا جاي هنا اختي وبنت خالتي وانتوا ولاد خالتي. على فكرة ولا انتوا ناسين ولا ايه؟ على فكرة انا جاي اقعد معاكم. احنا مش عايزينك تقعد معنا يا سائلي انت. بس انا ما طلبتش رأيكم. انا جاي اقعد معاكم. تابلت مين ده؟ هقعد عليه شوية. انت فين يا احمد؟ احمد بجد تعب بجد. مش عارفة لورا عايزة تروح مصورة ايه لمصورة ان هي تروح عند ماما. انا جاي اهو. طيب هعمل ايه يعني يا احمد ده؟ انا هعمل ايه طيب؟ على فكرة كل مرة بيزعقلي بسببك يا ايلا بجد بقيت. بابا جاي. بابا ماما مش قادرة تودينا عند تيتا. انا جيت هوديك بس يا ماما. بس كل مرة عايزين يخرجوا بجد. ايه ده؟ الحضانة اصلا فاضل لها 4 ايام ولا مش عارفة ايه. فاضل لها 6 ايام. الحمد لله خليكم تمشوا بقى. ماما احنا مش هنجيب مشتريات الحضانة. احنا جبناها يا حبيبتي. جبناها قبل ما يروح تايلاند. انا فاكر وانا عارف ماما عينها فين. طب سيبها بقى يا حبيبي علشان خاطر ما الحضانة تيجي احطها لكم. المايه انا بفكر ان احنا نعمل سيشن. يا مامي ايوه ونعمل اكلياتنا عشان ماما ومرامي يكبروا ونعرفهم ان هما كانوا بيقعدوا سهر كتير بديان. صح مايا؟ صح رام؟
مصطفى على فكرة انت هتبوظ البنت على فكرة بجد، خليتها تتخانق مع حالها. طب ما ايه بتقولك انت عارفة اختك اصلا؟ هعمل ايه بقى، هما الاتنين لسه صغيرين. يلا يا ماما كلي. بابا شوف عم زي خسة، هاي البيت حالة اصلا انا مش بحبها. والله على فكرة خالتك خدتي ده انا اكبر منها.